استدلال أحاديثك دائما بالصلاة على النبي. استدلال حديث مين؟ استدلال حديثك دائما بالصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. سبب كده ليه؟ مش فاهم السؤال، بحب النبي. صلى الله عليه وسلم. أنا بحبه حبيب النبي. دي كفاية. إنما ملهاش أثر تاني. في إنه ربنا يفتح عليك أو يفيض عليك أو تفتح عليك. بحبه. ملهاش أثر تاني على سامعك؟ أثر على سامعي؟ إذا كان هو بهذا المريد يعني مريد هذا المجال بيأثر عليه في إنه يحب النبي زيادة، في إنه يتبع النبي زيادة، في إنه يمشي ورا النبي زيادة. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بعد شهادته هجوم بمواقع التواصل على الداعية حسين يعقوب. إذا بحثت في كثير من المواقع عن توجه الداعية المصري محمد يحسين يعقوب فستجد معظمها يصفه بأنه داعية سلفي، لكن الرجل فاجأ الكثيرين عندما تلقى سؤالا من القاضي في إحدى المحاكمات بالقاهرة عن تعريفه للسلفية، فرد قائلا: يسأل عنها دعاة الفكر السلفي. لكن هذا لم يكن السبب الوحيد للجدل الكبير الذي ثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشهادة التي أدلى بها يعقوب أمام جلسة عقدت في محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء برئاسة القاضي محمد سعيد شربيني لمحاكمة 12 شخصاً متهمين في قضية عرفت إعلامياً باسم قضية داعش بابا. فقد بدت بعض إجابات الرجل صادمة لبعض أتباعه من التيار السلفي وكذلك لفريق آخر من التيار الإسلامي هو جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن الفريق الآخر المناوئ للتيار الإسلامي، كما أنها جعلته بشكل عام هدفا لقصف مكثف شنه عدد من الإعلاميين المقربين من السلطة. وعجت مواقع التواصل بتعليقات لخصوم الشيخ اعتبروا ما قاله جبنا عن كشف حقيقة أفكاره واستخداما للتورية ومحاولة للمناورة بإجابات فضفاضة هروبا من الأسئلة الصعبة التي وجهها القاضي إليه. في مقابل تعليقات للمؤيدين رأوا أن كلام الداعي الشهير حسين يعقوب في جلسة المحكمة لم يختلف عما قبلها، فهذه هي حقيقة أفكاره. وما أثار الهجوم عليه هي مقتطفات مجتزأة من سياقها، وهو ليس مسؤولا عن سوء التعاطي معها بالفهم المغلوط. بعد تناقل هذه الأخبار كان تعليق الشيخ حاتم كالتالي: شيخنا محمد حسين يعقوب رجل شابت لحيته في الدعوة وتعليم الناس الخير، فاللهم احفظه وبارك في علمه وعمله. سمعونا صلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بحبه. ملهاش أثر تاني على سمعك؟ أثر على سمعي؟ إذا كان هو بهذا المريد يعني مريد